بداية أنا أحكي لكم يوم حالة سريرية عدت معي الصبح اليوم، كنت أحكي لكم إياها الصبح، نشوف هيك مقاربة حالة سريرية ما لها علاقة بالمحاضرة. الساعة 5 الصبح اليوم قبل ما أجي على سوريا اتصل فيني أحد الأصدقاء عنده ابنه عمره 3 شهور ونص عم يبكي بكاء شديد كل الليل ما هو منيمه. طبعا هو حكي معي بالليل أنا كنت نايم، رجع عن صلاة الفجر حكى معي عند السحور. الطفل بسوابقه المرضية خديج جاي وزنه 900 جرام، نام شهرين و29 يوم، يعني تقريبا نام 3 شهور بالمشفى، شهرين بالعناية وشهر بالحواضن، وتخرج من تقريبا من أسبوع. وامبارح بالليل بكي بدي عنده بكاء شديد، الأم يسكتوا ما يسكت. وسمعانيني انتو معي زملاء؟ الصوت واضح؟ ايه تمام. طيب اعتبروني انا الام والمخبر، تلمين يسألني سؤال وبدي نوصل لتشخيص. يا الحوالي اي واحد منكم يمكن يستدعي هيك حالي، طفل عم يبكي عمره 3 شهور ونص، سوابق خداجة، استشفاء بالمشفى لمدة 3 شهور تقريبا، شهرين منهم بالمنفسي، وحاليا بكاء شديد عنده. ايش بتحبوا فحص؟ ايش بتحبوا تحاليل؟ معكم 5 دقائق تسألوني أسئلة، بالأخير تكون تعطوني تشخيص. تفضلوا. مين دي يسأل؟ حكيم، في شيء أعراض تنفسية، أعراض زلة تنفسية أو أعراض اختلاجات؟ طيب الطفل من أسبوع راجعني، طبعا نحن عنا انه من ولد عنده محطوط على المنفذ الخداجي، طلبت له استشارة عصبية، راح عمل طبقي محوري طبيعي وتخطيط دماغ طبيعي، محطوط على فينوباربيتال جرعة كثير خفيفة 2 ملي جرام لمدة أسبوع. دكتور العصبية حضرت دكتورة العصبية ده توقف له إياه. أعراض تنفسية ما عنده غير رشح بسيط، لا في زلة ولا تسرع تنفس، عدد مرات تنفسه 45 مرة في الدقيقة. طيب بالنسبة للون الطفل حكيم، في أي مثلا في توهج احمرار او مثلا ازرقاء؟ تفضلوا الزملاء. هلا ممكن نعمل له تحليل بول لحتى ننفي الانتان البولي؟ تحليل بول نتريت زائد 1، بقية تحاليل طبيعية، بس نتريت زائد 1 وما في أعراض بولية. فحصوا يا زملاء قبل التحاليل، فكروا بالفحص، فحصوا، يعني عم ساعدكم. حكيم نعمل سي بي سي وغازات دم؟ طيب يعني هيك غازات الدم بتكلفنا بتركيا شي 300-400 ليره، يعني 50 دولار 40 دولار. بس سي بي سي طبيعي. سي بي سي وغازات دم. جوعان جوز الطفل. طيب حكيم، ها هلا جس البطن كان في شيء، اي مظاهر جس البطن؟ يعني شوي انتفاخ وطبليه بالبطن خفيفه، مغص رضيع عنده خفيف. طيب كان في اسهال قبله يعني ولا؟ التهاب قولون نخري دكتور. التهاب قولون نخري، لا في اسهال مدمى ولا عنده نقص صبيحات ولا عنده شيء، يعمل لك كل شيء طبيعي، صورة البطن طبيعية. طب حكيم اعطينا هنت بسيط يعني هيك نمشي وراء، يعني والله نحن هيك عجزنا والله. تحصل لزمان طبيعي كمان ولا؟ يا زملاء احطكم بالصورة،
عشان تكونوا بصورة الطفل. أنا خلصت السحور الساعة 5 إلا دقيقتين أذن الفجر، ما 5 إلا 4 دقائق أذن، تمام. بيته بيبعد عن بيتي 7 دقائق بالسيارة، رحت على بيته شفته في 10 دقائق، خلصت ورحت صليت الفجر ووصلت على الجامع قبل بربع ساعة من إقامة الصلاة، يعني ب7 دقائق أنا شخصت وبالفحص وكل شيء. مع السلامات والتوديع والاستقبال، يعني لازم أنتوا ب3 دقائق. حكيم، بالنسبة للخروج في مشاكل خروج في شيء سالم ساكزة عنده شوية خروج مخاطي يعني هيك بسبب الحليب الصناعي. حكيم بجوز التهاب أمعاء أو شيء؟ لا، عم نقول لك عم يبكي، بيسكت شوي بيبكي شوي. كم دقيقة صار أخذته؟ حكيم، البكاء يعني بدل على جوع أو بدل على ألم؟ طبعا هي تاني مرة حالة بتعدي علي بحياتي نفس القصة، يعني في حياتي المهنية صار حالتين عدوا علي بنفس القصة، وحبينا نشارككم فيها عشان مضي عليكم بحياتكم. وهي أحد أسئلة فحص التخرج بدي أسألكم إياها إن شاء الله، بدي أسأل أحد فحصوا فحصوا يا زملاء. دكتور، هلأ في أطفال أهاليهم ما بكونوا منتبهين عليهم، فإنه مثل بلف على أصبعه وشعره أو هيك شيء وما بينتبهوا بضل عم يبكي؟ بيصير بس ما في شيء. برافو عليك، هذا حتى شخصية تفريقية كثير هامة. أو حتى الطفل يكون أمه عم تحفظه كذا بشعراي على رأس القضيب عنده بتلف وبتسوي له مثل احتباس دموي، بصير. برافو عليك، يعني قربتي بس ما وهدت. عدنا نقصر لو سمحت. طفل 3 شهور ونص بكاء حواد. دكتور فتق يعني؟ برافو عليك، فتق مختنق كان غاطس. برافو عليكي. مين الجواب؟ هلا دكتور. مين انتي؟ شو اسمك؟ هلا نعم. هلا؟ هلا نعم. يا هلا، برافو عليكي. طبعا الطفل فكيناه مباشرة، شفنا عنده فتق غاطيط، سكتناه شوي وردينا له اياه وما في منه. هلا دقيت يا ابو متكوّل كثير ممتاز. شوف يا جماعة، بكاء حاد عن طفل أو طفلة حتى فكروا بالفتوقة، فكوا الولد وفحصوه، الولد ما بيعرف يقول أنا مفتوق. طب هذا الفتوق لو تركناه كان اخترق وكان راح الولد فيه. برافو عليك يا حلا، فتوق غاطس، تمام غاطط، ودرستوه من جراحة أطفال ولا درستوه لسه؟ انتبهوا يا زملاء، أي طفل بكاء حاد انتبهوا من الفتوقة عند الأطفال، خاصة الفتوق ما بسوي بكاء، بس لما شيء غاطط او بيبدا بيختنق بيعمل عندي بكاء حاد، ممكن يوصل لمرحله الاختناق وبعدها بصير التهاب كله التهاب قرطوان وبموت الطفل اذا ما لحقناه. طيب نرجع لمحاضرتنا. برافو عليك يا حلا، ذكريني احط لك على القيم الشفهي مع انه ما عندنا شفهي. طيب ما عندنا عملي يعني علامات عليه. طيب يا جماعه، لما بشك انا باختبار بمشكله نسبيه دائما بعمل شيء اسمه تعداد ولطاخة، بعمل زمن البروسترومبين، بعمل الأيام بقيس عوامل تخسر خاصة الأكثر شيوعا الثامن والتاسع، تمام. بقيس زمن البروسترومبين الجزئي، تمام. يا جماعة العوامل تخسر، البيتي بيعبر لي عن عوامل تخسر، البيتي تي بيعبر لي عوامل تخسر. حدا بيعرفون انا وبعبر على البيتي وانا والبيتي تي الطريق الداخلي والخارجي، تمام. وبتعرفون كل واحد انا وبيعبر عزم الخارجي البيتي والداخلي البيتي تي، بيعبر لي عن السابع والثامن والتاسع، وهذاك بيعبر لي عن بقية عوامل التخسر. وإذا كانوا اثنيناتهم متطاولين بيعبروا لي عن الطريق المشترك، هاي لازم تحفظوها بصم. إذا بدك تعرف
طريق خارجي البيتين، بيتين الجزئي والداخلي، والمختلط الاثنين بتكونوا متطاولين. واضحة؟ كنا قبل نستخدم زمن النزف لتحري وظيفة الصفيحات. إذا زمن نزف يعني عندي أنا مشكلتين عادة، كنا مشكلة عوامل تخسر البيتين، مشكلة الصفيحات كنا نعبر عن زمن النزف. حاليا لا، صاروا يعتمدوا على اضطراب أو تحري وظيفة الصفيحات بالأنبوب. سوى لسه عندنا ما موجودة هاي، بس بسوى دائما. أشياء اضطرابات عوامل تخسر هو الناعور، ناعور A والناعور B. هلا بنحكي عليهم بالتفصيل. هو أكثر الاضطرابات النسبية الوراثية شيوعا. طبعا العائلة المالكة في بريطانيا هي من العائلات اللي فيها ناعور. هذا مثل الجنس التبي دي، بس هذا قاهر، هذا مقهور، مرتبطة بالجنس مقهورة. في الناعور A عوز في العامل الثامن، تمام؟ في الناعور B العامل التاسع. واضح يا زملاء؟ إذا الناعور B إن عامل تاسع، A ثامن. القصة العائلية تكون إيجابية في سلسلة الحالات، وفي سلسلة الحالات بتكون القصة فردية. دائما قلنا كل شيء وراثي بتشخص ما قبل الحمل، دي ان ا من الخزوغابات الكوريونيه في الشهر قبل الشهر الثالث، يبقى تشخص يا موضوع الاجهاض او الاجهاض الجنائي او الطبي، سموه ما شئتم. طيب الناعور بسموه لشديد متوسط خفيف حسب الشده. السمة الأساسية في الناعور الشديد، إذا الناعور A الثامن التاسع هو B، التاسع B والA هو عوز العامل الثامن. دائما بيجيني المريض بنزف متكرر عفوي في العضلات والمفاصل. هل النزف المتكرر المرة رد بسيط، بتشوفوا قربة إجره صار عنده نزف متكرر في العضلات والمفاصل بأي رد بسيط، تمام؟ وهذا السؤال مسأله فحص تخرج دائما. طفل بدي يحبو لسه أول ما يمشي بشي، وكان دلش يتوقع السداجة وربنت أجره، شو التشخيص التفريقي؟ إيدي قلنا ناعور. واضح يا زملاء؟ تشخيص تفريقي ناعور. إذا ولد هو أول ما بدي يمشي وقع السداجة وربنت أجره، يعني القصد وقع السداجة يعني رد خفيف، رد خفيف وربنت أجره، هذا ناعور. طبعا هذا السؤال انا سالته سابقا من 20 سنه لما كنت طالب طبي فحص تخرج، سالني اياه الدكتور اديب مطر عم بزعايش لما كان دكتور بجامعه فرد، كان ناعور التشخيص. طبعا مو ضروري تقول لي ناعور، تقول لي كل الاضرار اللي رد الاستعصال اللي بحبها باقيه، بحط الاخير هو الاهم، شوي شوي بصير ناعور. والناعور ليش؟ لانه رد خفيف. احيانا بالظهر ب 40% من الحالات في مرحله وليد بنزف داخل الطحو، او دائما هي القصه بتتكرر نزف بعد الختان. كمان اذا جاكم قصه سريريه نزف بعد الختان فكروا دائما بالناعور. او احيانا نزف دم ونعمل لنا تحليل كعب الاجر، نحن بالاسبوع السابع باليوم السابع عفوا بصير عنده نزف من كعب الاجر. احيانا اذا فتح له وريد بتشوفه كمان عم ينزف او بيصير عنده سرب دموي محل نزف سحب الدم، كمان فكروا بالناعور. طبعا الناعور علاجه هو اما بنعطي بلازما طازجه او العامل الثامن او التاسع حسب نوع الناعور.
يفضل رفع مستوى الدوراني إلى 30% من الطبيعي. هذا بيكون كافي لإيقاف النزوف البسيطة. إذا تعمل عمليات جراحية لازم أرفع المستوى ل 100%. دائما بمرضى الناعور لازم نتجنب مضادات الهبل الاستيرويدية ونتجنب الحقن العضلية. ليش؟ لأن بصير يمكن نزف. لازم نعلم الأهل الخطوات اللازمة لعلاج الناعور، وخاصة بعد كذا سنة من العطاء يتعلموا يعطوه حتى بالبيت. ناعور خفيف حاليا بيعالجوه، بس الفتح المايك يا ريت نسكره. طلع مين مشرف المجموعة؟ يا صلاح. نعم حكيم، معك بس المايك عندك تسكره يا ريت. ايوه تمام، انا في ضج حواليك، شكرا. طيب احيانا الناعور الخفيف يمكن ندبره باستخدام الاي اتش ديسبوبريسين في الحالات الخفيفه، لازم تعرفوا الديسوموبريسين ما بيفيد من ناعور به، يعني بعوز العمل التاسع، بعوز العمل الثامن بيفيد. هذا سؤال كثير هام، انه بالان او بيفيد بالاي بالبي بيفيد. بننتقل حاليا لمرض فون ويلبراند. إيش هذا عامل بالفليبراند؟ وإيش بفيدنا؟ عامل فون ويلبراند هو عامل بيسهل التصاق صفيحات في الجدار المتضرر. إذا بتتذكر مسلسل كان يا مكان الحياة، لما بصير عندي جرح، ما بعرف إذا شفتوا حلقات منه كتير، مسلسل هام وجميل. شو بيصير عندي مباشرة؟ الصفيحات مباشرة بتجي بتلتصق بجدار الوعاء المتضرر وتحاول تشكر سدادي تسكر الوعاء. ليش الواحد لما بيبعد إيده بعد بسيط مباشرة؟ في تقبض وبعدها تتسق الصفيحات. والفينولبراند بيعمل كبروتين حامل للعامل الثامن المفعل. ده فينولبراند معناته شو بيصير عندي؟ بيصير عندي نقص يا اما كمي او كيفي لعامل فينولبراند. بيؤدينا الى خلل في تشكل السداد الصفيحيه اللي حكينا عليها. ليش؟ لأنه فين ويلبراند هو بروتين حامل للعامل الثامن المفعل. طبعا مثل معظم الأمراض هو مرض وراثي، والوراثة الجسدية عادة بتكون قاهرة. عادة المرض هذا بتأخر بالظهور لسن البلوغ. عادة بنشوفه عادة بتطاول طمس أو نزف طمسي عند النساء. هذا العرض الأوضح. بنت أبلغت عمرها 14 سنة بتجينا بقصة تطاول طموس. هذا تطاول طمسة كبير وغزير وبتطاول. تمام، هذا غالبا عوز فولبراند. وأحيانا بيجينا بقصة تكدم، نزف شديد بعد الجراحة. بعكس الناعور، هنيك قلنا الشيء الأشجع هو النزوف العفوية بالمفاصل والعضلات، هون نادرا ما يصير نزوف. هون بيصير عندي غالبا تطاول طمس أو نزوف بعد الجراحة وأحيانا بعض الكدمات. العلاج فيدنا الديسبوبريسين. ليش الديسبوبريسين؟ بيحرض إفراز العامل الثامن. تمام،
وأن بالتاسع ما بفيد الدموس البوليسي، ليش أنه عامل تاسع بينما هو العامل الثامن، وبما أنه فلو البراند هو الحامل للعامل الثامن بيزيد كمية العامل الثامن. تمام. النقطة الهامة جدا انه الديسبوبريسي ما مستخدمه قبل عمر السنة، ممكن يساوي لنا نقص صوديوم وبعدين اختلاجات. احيانا اذا عندي حالات شديدة منه يمكن انه البلازما او اعطي ركازة العامل الثامن. انتبهوا يا جماعة، النعور A هو عوز عامل ثامن، التاسع هو B. النعور A والفول براند بتعالجوا بالديسبوبريسين، العامل الثامن بنقوله بيعوز العامل الثامن، وممكن بالحالات الشديدة من الفولبران تعطي ركازة العامل الثامن. في هدول اضطرابات تخصص الأشعون هنين الاثنين، النعور وال ايش قلنا فول براند. النعو شلون بالظاهر يا زملاء؟ قلنا اشياء تظاهرات له، طفل بده يحب، عنده تورم مفصل ونزوف عفويه بالعصب، بينما الفول براند شو بيصير جديده بعد الجراحات والاشياء، هو عند الاناث نزوف او تطاول طموس او نزف طمسي غزير. التاسع خلاص حصرا نقل عامل تاسع. الثامن الاي النعور اي تلعوز عامل ثامن، وفول براند لانه يعني فول براند هو بروتين بيحمل العامل الثامن، تناتهم بتعالجوا بالديسبوبريسين. الحالات الشديدة تناتهم يمكن نقول المجازة العامل الثامن اذا ما توفر لدي. طبعا ما هو مكتوب كتاب لانه ما يعني باوروبا ما بيعرفوا انه توفر ولا ما توفر، عارف شلون؟ دائما بتوفر ما كاتبين. نحن ببلادنا ببدايه الثوره حاليا ما هي ما بتوفر، ننقل بلازما طازج. تمام؟ واضحه الفكره؟ وبتعرفوا النكته السالوه ايش رايكم قطع الكهرباء ولا ما بتعرفوها؟ لا والله ما سمعنا فيها. في مجلة فرنسية راح تعملت استطلاع قطع الكهرباء، تمام؟ راح تعرف بلاد نائية بإفريقيا، سألتهم إيش رأيكم بقطع الكهرباء؟ قالوا لا إيش هي كهرباء؟ تمام؟ تمام. يجوا على بلاد على فرنسا أمريكا سألوا إيش رأيكم بقطع الكهرباء؟ قالوا لنا إيش هي قطع الكهرباء؟ نحن عمرنا ما نقطعت عنا الكهرباء، تمام؟ اجوا عنا قالوا لنا ايش رايكم بقطع الكهرباء؟ قلنا لهم ايش هذا رايي؟ نحن ما عملنا ما عندنا شيء اسمه تفرض علينا الامور فرض. وهيهم بكتابنا ما ذكرنا شيء اسمه بلازما لانه ما بيعرفوا شيء انه ما هو متوفر العامل الثامن من البلازما. لكن اذا شفتوا انه نحن عم نقول بلازما لانه البلازما الطازج يضمن فيها العامل الثامن وجميع عوامل التخصص. تمام يا زملاء. طيب ننتقل الى البحث الثاني. حكينا الاضطرابات الخلقية أو الوراثية لعوامل التخثر، ننتقل للبحث الثاني والاضطرابات المكتسبة. شو هي الاضطرابات المكتسبة؟ منها الداء النسفي درسناه سابقا، نقص الصفيحات الأساسي، والدي آي سي تخثر داخل الأوعية المنتشر. هذول أهم اثنين. طيب نقص الصفيحات، الصفيحات عددها فوق 150 ألف، إذا صار تحت 150 ألف في عندي مشكلة بنقص الصفيحات تعريفا، إذا صار تحت 20 ألف في عندي مشكلة لحدوث نزف عفوي. وهون عادة ما نقول صفيحات مهما كان السبب، إذا الصفيحات عددها تحت 150 ألف معناتها في عندي نقص صفيحات، تحت 20 ألف بيصير نزف عفوي. يعني يمكن الولد بس صار نقص صفيحاته 20 ألف بيصير عنده نزف دماغي. عندي مريض بالمشفى ممكن صفيحاته 3000، الطبيب من 3 4 ايام استشارني فيه قلت له نقول له فورا اعمل له استشاره دمويه، طلع اي تي بي. هلا بنحكي على علاجه. كان عندنا مريض بالمشفى هون لو انتم موجودين كذا برجينا لكم اياه. المتوسط بين 20 و 50 ألف، هدول متعرض لنزف غزير خلال عمليات جراحيه،
الخفيف بين 50 والمية وخمسين ألف، هدول أسئلة هابة للامتحان. إذا أنا الشديد قال من 20 ألف بين 20 إلى 50 متوسط، أكثر من 50 إلى 150 خفيف. السؤال بيهمني هو نقص الصفيحات المناعي الـ ITB، هذا المريض اللي عندي حالياً، وأشياء أسباب نقص الصفيحات. تظاهرات سريرية بيجيني بعمر 2 إلى 10 سنوات، هذا الطفل عمره 3 سنين، عادة بيجي بآلية مناعية معناتها في خمج فيروسي سابق من أسبوع لأسبوعين، تطور لدى المريض بعد إمتحان تنفسي أسبوع أسبوعين شوية كدمات تمشات أو كدمات سطحية أو فرفريات أحياناً، أحياناً بنشوف في عادي رعاف أو نزف خفيف في الأغشية المخاطية، نزف الشديد نادراً جداً. أن النزف الأقل من إذا صار عدد الصفيحات أقل من 20 ألف أو أقل من 10 آلاف يمكن يصير عندي نزف داخل الدماغ وهو اختلاط نادر، لذلك لازم تنتبه من نقول صفيحات. التشخيص، فضوا المصطلح إكسكليوجين هو نفي التشخيص من نفي، لازم ننفي الأسباب الأخرى مثل متلازمة بسكت الريش أو بيكون طبعا هناك فيها نقص عضلات، ضخامة كبدية طحالية، ضخامة عقد بلغمية، هدول كله لازم نعمل. إذا في عندي نقص عامل آخر في الدم أو مشكلة أخرى لازم نعمل، لازم نقيل لنفي مشكلة الاي ال، بتذكروا إن أي مشكلة بعنصرين في الدم مباشرة بنبذل، هذا القاعدة الفقهية في الطب حكيناها، ولازم دائما نعمل فحص نقي دائما قبل العلاج. ليش؟ بالاسترويدات، مين بيعرف حكينا الأسبوع الماضي نعمل وزن نقي قبل العلاج بالاسترويدات، ليش؟ مين كان حضرها معنا الأسبوع الماضي؟ ليش؟ مين بيعرف؟ لأنه ممكن يكون عنده ALL. ليش قبل ما ليش؟ طب أو كان عنده الويل مش لعطينا بريدلون أو كورتيزونات، مش كما يصير عندي هجوع للمرض أو هيك فما رح تظهر أيوه بعود بيختفي علي التشخيص ويقنع الـILL. شوفوها بالكتابة موجوعة، لأن المعالجة بتقنع تشخيص الـILL. تمام يا جماعة؟ إذن طفل انتان فيروسي بعد أسبوع أسبوعين صار عنده كدمات نمشات فرفريات، قبل كله صفيحات طلعت طاسة، غالبا ما في أعراض أخرى، النزوف نادرة، هذا ITB حتى يثبت العكس. يمكن ننفي الأسباب الأخرى، وخاصة إذا في عندي نقص عناصر أخرى في الدم نخاف من مشكلة. نقص صفيحات مع نقص أو ارتفاع البيض على حساب اللمفاويات. التدبير 80% من معظم قبول بالمشفى، لازم ممكن نعطي بريدلون انتي دي، ويمكن نعطي الاي في جي اي الاي بي اي. المريض يحيطه حاليا على الـ IVIG، دائما نحفظ وقت بيه بالدوم إذن على IVIG، دائما بس لحظة يا زملاء، خليكم معي لحظة بس.
تمام يا زملاء، انتوا معي؟ والعلاج الحديث هو العلاج الحديث هو تنقيه البلازما. هدول امراض مناعيه كلها شيء بيجينا، وبكون في عندي مشكله انا بال وبكون عندي مشكله مناعيه، تنقيه البلازما بتكون خيار جدا ممتاز. تمام يا زملاء. نقص الصفيحات المزمن وروى راي أسباب نقص الصفيحات، هذا سؤال هام، هذا جدول جدا هام. نجي على مرض هام جدا هو التخثر داخل الأوعية المنتشر. بصير عندي تفعيل شلال تخثر فيه، بيدينا لاستهلاك عوامل تخثر في الصفيحات بالذات، بنقص. أشع سبب له هو الخمج الشديد أو الصدمة. إذا أي خمج شديد يمكن يساوي لي دي آي سي، وأشع شيء هو بيكون بالتهاب الصحائيات. ملامح سريرية بيجيني المريض دي آي سي بتكدم فرفريات، وأحيانا بصير عندي فرفرية صاعقة. الدي آي سي ما في تحليل معين بشخصه، عادة مجمل شغلات بيكون عندي نقص صفيحات، اضطرابات خسرية يعني البيتا والبيتا بيكي بالطولين، ما يميز انخفاض الفيبرينوجين وارتفاع نواتج تدرج الفيبرين. إذا الفيبرينوجين ناقص وارتفاع نواتج تدرج الفبرين والبيتا والبيتا كي متطاولات، وعادة بصير عندي فقر الدم الهلالي. هذول أهم العلامات المخبرية. أهم علاج في الدي آي سي شو رأي يكون؟ شو أهم علاج في الدي آي سي؟ مين بيعرف يا زملاء أهم علاج في الدي آي سي شو هو؟ علاج الانتان. شو قلنا السبب؟ الانتان، وهذا صراحة من الأمراض التي تحتاج قبول في العناية المشددة وحالة مهددة للحياة. شلالات تخثر شغالة والنزوف ونقص صفيحات وانحلال دم. لا تنسوا بنعطي دم طازج أو بلازما طازج جدا هام جدا لتعويض عوامل التخثر. طب ليش ما بنعطي عامل سابع أو ثامن؟ أنه معظم عوامل التخثر بنقص، ولا تنسوا الصفيحات ناقصة بنقول نعطي صفيحات. القصة السريرية أينما وجدت في الكتاب فهي هامة، بتقولون دول دائما القصة السريرية بيلخص الحكي اللي حكيناه. الخسارة عند الأطفال غير شائع. خمسة وتسعين بالمية بتكون سنوية لاضطرابات مستبطنة. الاضطرابات الخلقية المؤهبة للخسارة عند الأطفال هي عوز البروتين S والسي، وعوز العامل المضاد للثرومبين، والعامل الخامس لايدين، وطفرة وريست البروثرومبين. هذول يعني الاضطرابات المكتسبة. في عندي خسارة ناجم عن القساطر، التخثر داخل الأوعية المنتشرة اللي حكيناه، فرط الصوديوم، احمرار الدم قلنا بتساوي خسار، الخباسات والذئبة الحمامية الجهازية كمان بتساوي لنا خسار. ايمتى نعمل مسح لتحري الأمراض الوراثية اللي حكيناها اللي بتسبب خسار؟ أي طفل مصاب بخسار وريدي غير متوقع
أو واسع، آفات جلدية إفقارية، فرفرية الوريد السائقة، أي طفل مع قصة عائلية إيجابية لفرفرية الوريد السائقة، اختبارات المسح هي معايرات البروتين سي وإس، هذول من الأمراض اللي حكينا عليهم بيساوي خسار خلقي. إذا إمتى نعمل هدول الهامات؟ وش الاختبارات المسحية؟ هي البروتين سي وإس. الطفل المصاب بنمشات، التعداد صفيحات طبيعية، أهم شيء شو بيكون حكيناه سابقا كنا بنجيبه دائما دورة شوة، فرفرية نقص صفيحات الهيونكشن لاين، مو الأساسي نقص صفيحات الهيونكشن لاين بيكون، أي صفيحات بتكون طبيعية. في عندي ألم بطني وعندي بيلة دموية، لا تنسوا إنه دائما بنراقب وظيفة كلية للسنة إذا بتذكروا. في عندي تورم بالمفاصل، هي تشخيصه. خمج الدم والرد، هذول كلهم بيعملوا لنا صفيحات طبيعية. نقص صفيحات أهم شيء يكون عندي الفيا الاي تي بي، قلنا العمر 12 سنوات، في عندي نمشات، فرفريات، كذبات سطحية. دائما لازم ميزوا عن بيضات دم أو فقد دم لا مصنع، غالبا بنعمل وزن نقي. تثبيكم لا بعالج بالسترويدات، لا بنعالج بالسترويدات. ها فحص النقي مستطاب إذا كان عدد تعداد صفيحات منخفض، صلحوا بالجدول. إيه حكيم، مكتوب إنه إذا كان غير منخفض فقط، إذا كان فقط منخفض عفوا. بذل النقي اشتفيتين مستطب، لا مستطب اذا كان على تعداد صفيحات مخفض صلحوات، مش خذوا قيمة غير. يعني كي اي تي بي بدون نعمل بذل نقي، مو معقول ما نعمل بذل نقي اذا منخفض. تمام تمام حكيم تمام. فقص في العظام مستطب، نبذل نقي اذا كان الصفيحات تزيد. تمام تمام. المريض مخدد لذاته، قلنا العلاج بيكون قوي، اذا عندي نقص صفيحات يمكن انقل اذا تحتاج حال، ويمكن عندها شعبيه ثانيه شو نعملوا، نعطي بدلون الانتي الاي بي اي جي. بيضات دم حكينا سابقا، والدي اي سي حكينا. الاختبارات المسحيه اذا قلنا ولد عنده صار خسار غير متوقع من عائله ذي البروتين سي والبروتين اس. زملاء الأربعة عنا ستاج انتو السنة السادسة، بتحبوا تحضروا نسايكم جلسة ورا بعض، حب نعطيكم مع بعض، بس نعطيكم حوالتين مع بعض يعني طول الجلسة، شو بتحبوا؟ بالنسبة للستاج يوم الأربعة إن شاء الله تعطى دكتور العشرة، لا 9-12 ايه تمام. تحبوا تحضروا مع السادسة وناخد نطول الستاج، ولا نعطيكم انتو يا واحد والسادسة يا واحد؟ انا برأيي ناخد مع السادسة انتو والسادسة، لما قاعة كبيرة ما لو كيف. تمام زملاء، مشفى الهلال دكتور مو؟ عفوا الاستاج بدنا ناخده بمشفى الهلال الازرق مو؟ مشفى المعبر؟ ايه شهر رمضان كله بمشفى الهلال، بعد رمضان يمكن ياخذ كم واحد بالكلية. تمام؟ الاستاج خلال شهر رمضان ان شاء الله كل اسبوع باخذ المشفى،
انتو السادسة مع بعض نعطيكم ثلاث ساعات او ساعتين ونص، ثلاثة يعني نعطيكم ثلاث ساعات متواصلة او ساعتين ونص، ناخذ استاجين اليوم ال يعني الـ وبعد ال بعد رمضان ان شاء الله بنرجع ناخذ شوي بالكليه. تمام يا زبلاء؟ ماشي ان شاء الله ان شاء الله. حد عنده اي سؤال؟ يا رب ماشي. بنتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد وسهرة سعيدة في الدراسة ان شاء الله والعبادة يا رب. تصبحون على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية دكتورنا. مع السلامة.